السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة فوائد الأعزاء، أرجو من الله أن تكونوا جميعا في أتم صحة وعافية. لو حضراتكم بتشوفوا القناة لأول مرة، ما تنسوش الاشتراك في القناة عن طريق الضغط على زر الاشتراك الأحمر، بعد كده علشان توصلكم الحلقات والوصفات بعد نزولها مباشرة، فعلوا علامة الجرس. لو عجبتكم الحلقة دعما لي وللقناة اعملوا لايك أسفل الفيديو. لو حابين تفيدوا غيركم اعملوا شير للحلقة علشان الكل يستفيد. النهاردة هقدم لحضراتكم طريقة رائعة جدا لتبييض المناطق الحساسة وخصوصا منطقة بين الفخذين. الوصفة رائعة جدا، هنستخدم فيها السكر الأسمر، السكر الأسمر أو السكر البني. السكر الأسمر ممتاز جدا وأثبت فعاليته في توحيد لون البشرة، هو ممتاز جدا في عملية تبييض وتوحيد لون البشرة. السكر الأسمر جميل جدا، جميل جدا في عملية تبييض وتفتيح المناطق الحساسة. لو مش موجود السكر الأسمر ممكن نستخدم السكر الأبيض العادي، لكن السكر الأسمر أفضل. هناخد من السكر الأسمر، هناخد منه معلقة، بعد كده هناخد معلقة من البن الرائع جدا في عملية تفتيح وتوحيد لون البشرة. البن، القهوة، البن العادي. تاني حاجة هناخد بعد كده معلقة من البيكنج صودا، البيكنج صودا أو كربونات الصودا او الكربوناتو، مش البيكنج باودر، البيكنج صودا او كربونات الصودا او الكربوناتو معلقة. بعد كده هناخد نمزج المكونات دي كلها بمعلقة من زيت جوز الهند، معلقة من زيت جوز الهند. نخلط المكونات دي بقى كلها مع بعضها، زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط. زي ما حضراتكم شايفين كده معانا المكونات دي كلها ممتازة، المكونات دي ممتازة جدا يا جماعة في عملية توحيد لون البشرة وبالتالي تبييض المناطق الحساسة وخصوصا منطقة بين الفخذين. بقت كده الوصفة جاهزة عندنا للاستعمال. أول حاجة يا جماعة هنعملها، هناخد حمام دافي، بعد كده نعمل عملية إزالة للشعر من المنطقة الحساسة، وبعد ما نزيل الشعر تماما نبدأ بعد كده إن احنا نحط الخليط على المنطقة اللي احنا عايزين نعمل لها تبييض، على المنطقة الحساسة. ممكن على أي منطقة، يعني هتستخدميها لمنطقة الفخذين أو هتستخدميها لمنطقة تحت الإبطين أو أي منطقة هتحتاج ان انت تعملي لها توحيد لون او تبييض، هتستعملي الخلطة عليها، تحط الخلطة وتبدأي التدليك للمنطقة بحركات دائرية لمدة 5 دقائق. بعد كده تقدري ان انت تغسلي المنطقة بمية تكون دافية. تقدري تستعملي الخليط دوت كمان زي ما قلت لأي منطقة تحت الإبطين او اي منطقة. تعيد الوصفة ديت كل يوم لحد لمدة اسبوع، كل يوم لمدة اسبوع. بعد اسبوع ان شاء الله هتظهر النتائج، هتحسي بيها بنفسك وهتشوفيها من توحيد اللون وتفتيح لون البشرة. يفضل ان تستمر على الوصفة ديت لمدة تكون اطول، لان المداومة عليها هتعطيكي تبييض رائع جدا، تبييض رائع جدا. الوصفة رائعة جدا، يفضل ان تستمروا عليها، الوصفة جميلة جدا وهتعمل توحيد للون البشرة بدرجة لن تتخيلوه. يعني مثلا هتحط الخلطة كده على المنطقة وتبدأي بعملية تدليك دائري لمدة 5 دقايق، زي ما حضراتكم شايفين كده، عملية تدليك لمدة 5 دقايق كده، نفس الشكل ده كده لمدة 5 دقايق، وبعد كده هتزيلي الوصفة بمية تكون دافية. أرجو تكون الوصفة عجبتكم، أشكركم على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.